ولسه كان في مصر ولو كره الفاشلون، ولسه هتنجح والله، وناخد كاس اهم، كاس التنظيم. لكن قبلها لازم اقول لكم على هذا الاجيري الحقيقه اللي انا وغيري صدمنا. كنا فاكرين وعنده سر الخلطه، كنا فاكرين وشال الخطه في شنطه، طلع اونطه. الافندي خرج يقول راضي عن ادائي واداء اللاعبين، بينما جمال بالماضي هذا الجزائري الشقيق بمنتخب بلاده يكسب 3 أهداف امام غينيا بيساو ويصعد لدور الثمانيه، ونتمناها عربيه الجزائر وتونس، ولكن يؤكد ان الاداء لم يعجبه، غير راضي بالثلاثه، مش راضي، وانت ببجاحه عن الخروج المدوي راضي. ايه ده عموما؟ وداعا اجيري، انا وغيري مش عايزين نشوفك تاني. نروح بقى لكاس البطوله الاهم، كاس البطوله الاهم، اوعى تكون عندك اي غم. مصر التي اكدت على الكثير والكثير في عنوان مصر الجديده، مصر اللي عملت تذكرتي وفان اي دي ودخلت الناس ب 12 منتخب و 12 جنسيه في القاهره وغربها تحديدا، وايضا بمشروع عظيم اسمه 23 ملعب عالمي مش زي العالمي، وكمان هذا ما يمكن ان يقدم للاشقاء من القاره السمراء وعرب الشمال الافريقي. واحنا في تونس في 2004 ايه اللي حصل؟ ليا صديقنا عمرو السعيد بيزنسه السياحه، جاب طياره فيها 380 مشجع في مباراه مصر وزيمبابوي، لان زيمبابوي وصلت مبكرا وجمهورها بايت في البلد، قعدوهم درجه اولى. رحله المصريين كان تذكره الماتش درجه اولى، رحت للكابتن سياجي جري لانه المصريين محجوزين بره وثالثه رافضين، رحت للكابتن سياجي رحمه الله قال لي هنحاول، رحت بعديها لاحمد شاكر رحمه الله قال لي هنحاول، قلت لهم يا جماعه ما ينفعش، اقتحمت الملعب فليسامحني الجميع. قابلت مسؤولين توانسه، عملوا ايه؟ عملوا الواجب العربي، قالوا لي المصريين هيخشوا معاهم تذاكر بحذاهم، قلت له طبعا. طلعوا قالوا لاين او طابور، وقف المصريين الطابور، لكني سمعت ما هو عربي حقيقي، قال لك كمان التوانسه اللي جايين النهارده هيقعدوا مع المصريين في نفس المدرج. وكانت الحكايه دخلوا في اماكنهم واضيف ليهم الاشقاء، عشان كده المدرج مش هيفضى شعار المصريين، خليكوا فاكرين لسه في حكايات الكام متواصلين. سلام عليكم.